هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا جدا يخص شباب ورجاله كتير جدا. هنتكلم عن مشكله الضعف الجنسي. الضعف الجنسي اسبابه كتيره جدا جدا، من ضمنها مرض السكر ده نمبر 1، تاني حاجه مشاكل البروستاتا اللي عند الرجاله كتير وبيهملوها ممكن تؤدي لمشاكل كبيره جدا. فلازم يعني اول ما يحصل ضعف جنسي، كل ما احنا بنعمل العلاج بدري كل ما بيكون ده افضل، لان يعني بيبقى في مرحله خلاص مفيش علاج وللاسف ما بيبقاش قدامنا غير الدعامه مع دكاتره الذكوره. وطبعا الدعامه الاحساس ما بيبقاش زي الاحساس الطبيعي لما بيحصل انتصاب طبيعي. فكل ما احنا بدانا مرحله العلاج بدري كل ما تجنبنا ان احنا نوصل للمرحله دي اللي هي بتوصل بتبدا بضعف جنسي وبعدين عجز جنسي كلي، وفي الحاله دي زي ما قلنا ممكن نوصل للدعامه. طيب ازاي نلحق الموضوع قبل ما نحتاج نوصل للدعامه؟ ايه هو اصلا الضعف الجنسي؟ بيحصل ازاي؟ بيحصل او العمليه الجنسيه الاول بتحصل ازاي؟ بتحصل الاول المخ بياخد اشاره لما يكون في استثاره فبتدي تنبيه، الاشاره بتروح للعصب والعصب بياخد اشاره من بياخد تغذيه او ترويه دمويه من الدوره الدمويه سواء كانت الكبيره او الشعيرات الدمويه الصغيره. وبعدين بيتم افراز ماده اسمها الكالسيوم تشانل بلوكر، دي مسؤوله عن تمدد الشرايين كلها بتاعه القضيب. وبالتالي بيحصل بعد ما الكالسيوم تشانل بلوكر بيتم افرازه بيحصل الانتصاب. خلاص معلش انا دخلتلكم في مصطلحات بس هنفهم ليه انا شرحتلكم المصطلحات دي، لان من طبيعه الشكل الطبيعي لعمليه الانتصاب هيكون شكل العلاج. تمام، العلاج عباره عن ايه بقى؟ احنا اتكلمنا على الدوره الدمويه الدقيقه، اتكلمنا عن الكالسيوم شانل بلوكر، اتكلمنا عن الاعصاب، وهنزود عليهم العضلات. علشان ايه اهميه العضلات؟ ان هي لما العضله بتبقى قويه بيمنع سرعه القصف. فهو ده بالظبط الحاجات اللي اتكلمنا عليها، هي دي هتبقى نفس طريقه العلاج. اذا كان السبب السكر او ضعف جنسي بقى بسبب التدخين، بسبب الكحول، بسبب تناول بعض المواد المخدره، بسبب السن، كل الحاجات دي ليها طريقه علاج. او لو بسبب البروستاتا بنعمل نفس طريقه العلاج، بس لازم نعمل تنشيط وعلاج للبروستاتا عن طريق جهاز بيدخل جوه البروستاتا بيعمل تنبيه كهربائي للعضله فبترجع ان شاء الله الكفاءه بتاعه البروستاتا زي الاول تاني. لو مفيش مشكله في البروستاتا بنبدا الجلسات بنفس السيكونس اللي احنا شرحناه، بنعمل الجلسه. في جهاز امريكي بيشتغل على الدوره الدمويه الدقيقه، في جهاز ايطالي بيشتغل على الاعصاب، في الماده اللي اسمها كالسيوم شانل بلوكر بنديها لك من بره عن طريق جهاز امريكي اسمه الايونتوفوريزس او جهاز التأيون. دي طريقه من طرق العلاج الطبيعي، بندخل الماده دي او العلاج ده جوه الجهاز وبيدخل للشرايين الدقيقه بتاعه العضو الذكري وبيحصل الانتصاب. وبعد كده بنعمل تاهيل للعضلات عن طريق تنبيه كهربائي بشكل معين بحيث ان احنا نقوي العضله القابضه فيمنع في نفس الوقت سرعه القصف. لو انت ما عندكش سكر النتيجه بتبقى سريعه، بنحتاج ممكن كورس واحد وبتبقى كويس، والكورس بيبقى 6 ايام وبنحتاج فيه 3 مرات العلاج بجهاز التأيون الأمريكي. ولو أنت عندك سكر لا، بنبدأ أقل حاجة بيبقوا 3 أسابيع وممكن نزود شوية على حسب السكر ما عندك بقاله قد إيه وأثر علينا قد إيه. بس في الآخر بنحب نطمنكم إن في علاج وربنا يرزقكم بالسعادة وحياة زوجية سعيدة. كان معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، دكتورة واستشارة العلاج الطبيعي للمخ والأعصاب والأوعية الدموية. أشكرك.